جابت عجاج ومطر أو على البرق شفناهم، مدري يا غير الهدم مدرة تلقاهم مدرة تلقاهم. ليش تغيرين الهدم؟ روحي وتلقيهم، ومنش صغيرة عمر مولع بيهم مولع بيهم. قصت الهوى مألو دوا بلد من هالبلاد ومن جملة هالعباد، ومن الزمان اللي ما أظني ينعاد، وبجرية من هالقرايا خوات اثنين مجوزات بنفس الجرية، واحدة بطارفها من مشرج واحدة بطارفها من مغرب. الكبيرة اسمها هدلة والصغيرة اسمها عدلة، وبيوم من الأيام هدلة مسيرة على عدلة، أو قاعدة تقبال بعضهن ويشربن شاي. واحدة تقول لأختها سكتي يا أختي سكتي، مالك خبر فلانة ومالك خبر فلان، عندهن أخبار الجرية كلها. هدلة عندها وليد عمره 10 سنين مثل الغزال، أشقر ووجهه أبيض يطلع الشمس ما يقدر يتشابسها بعيونه مدلل. أو عدلة عندها بنية عمرها 1.5 سنة سمرة، جت تزحف البنية لو من ما وصلت للولد، او هو قاعد بحد امه، او حطت راسها قبال راسه، قام الولد حبها من بين عيونها. ضحكت عدلة وقالت هذا ابنك عشقها ومن بين عيونها حبها. ضبت هدلة البنية وبعدتها عن ابنها وقالت الا مو عشقها، ده حجبنا الاشقر يا زينو، ابنيتك الزرقة هذه ابن النوب 5-6 سنين اجوزه، وانت تكونين واقفة ورا الدباشة ودحجين على بنتك الزرقة تدبش عطارف مع العجيان والعجيات. قالت عدلة يا ولي الدنيا دوارة ها، والأيام والسنين تجري مثل سالوب المية، انت شمدري شباشر ابنك يقف على بابي ويقول يا خالة انطيني بنيتك، قلبي متولع بيها من يوم منها صغيرة. قالت هدلة يا ولا خلي ظل عزابي طول العمر وما اخذ له هذا الزريقة. عكشت عدلة وقالت لها الايام جاية باشر يكبرون ونشوف البنية تفتحين وتغمضين وانها شابة ويحبون بعضهم، او تجيني يا هدلة وتقفين على بابي. قالت لها هدلة الا مو الا اقف على بابك، إذا جيبينها ملبستها عباية العرس وتوقفينها على بابي ما أريدها ما دام هذه سوالفك. قالت عدلة وانت زاد ما دام هذه سوالفك، إذا صار وبيوم من الأيام رأدوا بعضهم ما راح أنطيها يا هدلة ألا تجيني من باب بيتك حفيانة لو من ما تصلين باب بيتي، وهذا مني يمين. ضحكت هدلة وقالت انت مهبولة، أنا جي حفيانة من غرب جرية لشرجيها، وترجأت مشأن بنيتك أبوه هي الدنيا انطينا عمر او ظلني تهرجا او نسنا السالفة. يوم تمشي الايام والسنين والصغار كبرم، والبنية كان اسمها نورة او صارت الشعشع مثل البلورة، وعيونها من حلاتهن يصيدن القلوب. صارت بين عدلة وهدلة طلوة، طلبت مصاري والاحوال صارت ضيجة وتزاعلم، والخوات ما عاد يشوفن بعضهن ولا يروحن على بعضهن. والولد ابن هدلة اسمه سليم قلبه تولع بنت خالته نورة، او كل يوم يعدي من دربهم مرة ومرتين بس تا يشوفه، او هي تستنى بس تا يعدي. وقاموا يشوفون بعضهم بعيد عن البيوت ويتحاشون، والاثنين حبهم وعشقهم قام يجري بعروق الدم. يوم ما بيوم من الايام سليم قال لامه وقال لابوه انا اريد اتجوز، اريد بنت خالتي نورة. هاضت عليه امه وقامت تحكي وقالت الا هذه ما اخذ لك اياها، يا لونك تظل عزابي طول حياتك، نقي وحده غيرها والحذر روح اخطب لك اياها. وابو زاد قال له اسمع كلام امك، احنا وهم ما انت سولف، احنا وهم مزاعلين، نقي لك وحده غيرها يا ولادي ونروح نخطب لك اياها. والولد سليم عند وقال يا تخطبوا لي نورة وتجوزها، يا ما ارضى بغيرها حليله، يا لون ظل عزابي طول حياتي. وقامت تمر الايام النوب ودريت عدلة بنتها نورة عاشقة ابن خالتها سليم. وبليلة من الليالي الدنيا هواه تصفر صفير او غائم ومطر ورعود وبرق، قالت عدلة لبنتها نورة اركضي ولمي كل الغرائض البلحوش لا تخلين شي لا يطيرن من الهوى. وطلعت نورة تركض بالحوش وقامت تلملم توالى المد والغرائض المنسرة، او حوشهم معمر لبن وبابو كبير مفتوح الفشتين، او هي بنص الحوش او صار الرعد. ركضت على الغرفة
تزحلقت ووقعت وصار نهدومها وحل. قامت حيلها واحترفت وراها ولمع البرق وانه مبين عليها. سليم ابن خالتها واقف قبال الباب وامها واقفة على الشباك وتدحج عليها وشافته وركضت على الباب او سمعت نورة تقول جابت عجاج ومطر او على البرق شفناهم مدري يا غير الهدم مدري تلقاهم. ردت عليها امها وقالت ليش تغيرين الهدم روحي تلقيهم ومنش صغيرة عمر مولع بيهم. او ركضت نورة ووقفت قباله وقالت يا هلا بجيت الحلو وبابنا واجف ابلي على المطر والبرق هاجموا مو خايف. رد عليها سليم الليلة برق ومطر ودر الدرب طايف ومن شأن اشوف الحبيبة امن الموت مو خايف. قالت له نورة سلامة قلبك حبيبي احط عمري قدامك واصير لك يا رمح بقلوب عدوانك. قال لها سليم اصير لك يا درع واحميك بعيوني او كل ليلة الا اشوفك يا لون يقطعوني. او سمعوا صوتمها واقفة وراهم وقالت عدلة مو جاي بحجة غرض ومو جاي تتعلل ومن رأسك لحد جدم من المطر متبلل. قال لها سليم نارو شعلت بالقلب ما عاد اقدر اتحمل وعدي دروب الخطر لعيون المدلل. اندارت نورة على امها وقالت يا يما خلي يفوت تقعد قباله وطفي نار القلب حالي مثل حاله. قالت عدلة يمين مني طلع ما يقعد ببيتي تتجي امه حفيانا او تخطبش يا بنيتي. قال لها سليم امي ما ترضى تجي اتعرفين اختك زين واحنا ما لينا ذنب انتم الزعلانين. نزلت الدمعه من عين نوره وقالت لا تزعل يا ولف القلب امك وامي قوم واني ما اخون العهد لؤمن اهل القبور تقوم. ونزلت الدمعه من عين سليم وقالاني ما اخون العهد وحمل القهر واللوم وبحضن غيرش يا غاليتي امحرم علي النوم. او مشى سليم يمسح دموعه بالهوى والمطر وقالت نوره كسرتي قلبه يا يمه او عليش زعلتيه او تدريني احب وموت وروحي متولعه بيه. حطت يديها الاثنين عدلة على وجه بنتها وقالت بيني وبين الشرط الحزي يجيب امه حفيانا بليئل البرق تبشي على همه. وقضبت ايد بنتها وفاتن على الغرفة. سليم راح البيت اهل وحالته وحاله يمشي وينطخ وهدومه صار وحل يوم فات على البيت والنمو قباله وشافت شلون حالته. قالت له وين شنت؟ نزلت الدمعة من عينه وقال رحت اشوف نورة قلبي يلهب مثل النار عليها يا يمه. ابو واقف ويدحج عليه وقال بعقل نضيع ولدنا يا هدلة هذا الهوى والعشق راميه لا تظلين معنده وتكملين عليه تراك تصيرين سبب موته. قام يتمايل قدام امه وقع سليم وقعدت فوق وقامت تضرب يديها على رأسها وصيح وابوي هز لؤمن ما صحوه وقعدوا بحد الصوبة. قامت هدلة حيلها وقالت ما ظل وراها ورا خلاص اليوم راح اخطب لك اياها يا وليدي. او قبعت حالها بالفروة وافتحت باب الدار والهوى لوا صفير مطر تكبس كبس او كل شوي يلمع البرق بالسماء. وطلعت من الدار حفيانا ومن صارت قبال باب الحوش صاح عليها زلمة يا حزينة رايحة حفيانا. دارت عليه وقالت اختي عدلة حلفت يمين قالت ما انطيش بنيتي واجوزها لابنك الا تجين حفيانا من باب بيتك الباب بيتي. قام سليم ووقف بحد ابوه قال ارجعي يا يمه لا تروحين. ما ردت عليه ومشت او قضى بايده ابوه سكر والدار ولحقوها او يمشون وراها حفيانا ومقبعه بالفروه او كل حازت تزحلق وتقع وهي بيتها بطارفه جريه بيت اختها بالطارفه الثاني. او ظلت يوم ما وصلت البيت اختها عدله وفاتت على الحوش وصاحت يا عدله يا عدله وانفتح باب الدار او عدله وزلمتها وبنتها ولادها دحجوا ونها هدل قبال باب الدار حفيانه وحالتها حاله
ضحكت عدلة وقالت شفتي شلون يا خياه، تشارطنا أني وانتي وأنا لك سبت الشرط وجيتي حفيانة من بيتك لبيتي. أو فوتوها عدار أو راحت عدلة غيرت هدوء مختها وقعدتها بحد الصوبة. قالت هدلة أني وفيت بالشرط وانتي ربحتي واليمين اطلع منك وفيت لك بيه. أريد بنيتك يا خياه لابني حليلة وقع بين يدي وقام يتراوأ لي موتو، وانت تعرفين ما عندي غيره هلو حيد. لحجت عدلة على رجلها هز راسه وقال وصلتكم نورة والحس تأخذونها معاكم لا وراها ولا قدامها أو قروا الفاتحة أو طالعها من بيت أهلها بل هدوم لابستن يمشون بدروب جرية والدنيا مطر وهوى. أو هو يميل وهي تسندو أو هي تميل وهو يسندها. لمن ما وصل من بيتهم أبو سليم ما استنى للصبح، رع على بيت الشيخ وجابوا بالمطر وجابوا مالشهود وابو نورة وامها كانوا جايين معاهم. او كتبوا مكتابهم بهذيك الليلة وخذا سليم نورة بليلة العجاج والمطر والبرق والهوى ما له دواء والهوى ما له دواء. واخواني واصدقاء الكرام، الاسماء بالقصة ما تمثل اينا شخصية او اسم من مجتمعنا الكريم. ولكم تحيات اخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.